أعراف الديمقراطية جميع المعارضات يعني كتزاول المهام ديال المعارضة ومن حقها وكتدافع على المواقف ديالها ويعني أنه عندهم يعني الطرق ديال الاشتغال ديالهم. الأغلبية حتى هي راه كدير يعني كاين تسيير عندها التسيير وعندها الأجهزة كالمكتب والرئيس ويعني اللي كينزل استراتيجيات وكينزل يعني البرنامج العمل ديالو. المعارضة راه كتنتقد وكتسأل وكت يعني كدير رقابة من حقها هذا والدور عطي لها الدستور كما عطي لها حتى رئاسة اللجنة كما عطي لها يعني في هذا الميثاق الجماعي اللي كنشتغلوا عليه الآن لازمه يعني. وكاينه حريه راي كاينه حريه كاينه ديمقراطيه وكاين الكل يعني كي 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 كيدافع على الاراء ديالو على المواقف ديالو. هو فعلا يعني كان الجميع يعلم انه كاين واحد وقع حيف في حق جماعه طنطان او حق اقليم طنطان على العموم انه ما نالش الحق ديالو يعني في التنميه المجاليه كالبرنامج ديال الملكي بالنسبه للجهات الثلاث اللي داخل في النموذج التنموي. طبعا ما كانش عندها كباقي يعني الحصه ديالها ما نالش حصه عادله كباقي الاقاليم. وكذلك الدوله بالنسبه للاقليم كيعرف واحد الخصاص مهول من ناحيه البنيه التحتيه من ناحيه التجهيزات من ناحيه يعني جميع المحاور. فعلا الجهه تاع هي التوقف ديالها والصراعات اللي عرفتها اثر بشكل عبثي سلبي على التنميه في الاقليم كان يعول على الجهه كداعم للعمل وكمحرك لهذه التنميه هذه. جماعه طنطان هي جماعه ما غاديش نقدروا بانه الجماعه تستطيع ان تقوم دور الاستثمار وتقوم بال يعني ما عندهاش امكانيات اللي تنجز بها جميع المشاريع وجميع التطلعات ديال الساكنه. فاشتغل بما لدينا وبما وفرته لنا الظروف